بين سطور المدن والقرى، هنسافر في ربوع المحروسة لنصل إلى إحدى بوابات المعمورة. فيها نترجم طلاسم عمارة المكان، ونقرأ مفردات مدرسة الإنسان، وننتقل بين حواديت وأحداث الزمان. هو صرح أندلسي يقف شامخاً على سواحل عروس البحر الأبيض المتوسط، يعد من أضخم وأقدم المساجد الساحلية بل وأشهرها. هو علامة مميزة لميدان المساجد بمنطقة بحري، تميز بقبابه الفريدة ومئذنته الساحرة لأحد أبرز علماء الدين ومن أقطاب سلسلة الطريقة الشاذلية. نحن الآن في رحاب مسجد العارب الله أبو العباس المرسي، أو المرسي أبو العباس زي ما بيقول الإسكندرانية. هو الإمام شهاب الدين أبو العباس أحمد بن حسن بن علي الأنصاري المرسي، ولد بمدينة مرسية التي تقع جنوب شرق أسبانيا سنة 616 هجرية 1219 ميلاديا. سيدي أبو العباس المرسي هو أحمد بن حسن بن علي، ولد في بدايات القرن السابع الهجري، عاش تقريبا 64 سنة هجرية و62 سنة على التقويم الميلادي. ولد في مدينة مرسية ببلاد الأندلس وإليها نسب. أما بنقوله أبو العباس، دايماً كان القدامى يكنون أبناءهم من باب التأميل في أن يكون له ولد إذا كبر، وحتى في الشعر العربي يقولون يقال لها أم عمرو وليس لها عمرو. فأبو العباس ليس اسماً وإنما وكنية، والمرسي نسبة إلى بلده مرسية. في عام 1242 ميلاديا قرر والده الذهاب إلى الحج، مصطحبا معه شهاب وأخيه وأمه، لتغرق السفينة قبالة السواحل التونسية ويموت الأب والأم وينجو شهاب وأخيه، فيقرر الاستقرار في تونس للعمل بالتجارة. وهناك التقى بأبي الحسن الشاذولي رضي الله تعالى عنه وارضاه، واستمر معه حوالي من سنتين إلى ثلاث سنوات. هو تتلمذ على أبي الحسن الشاذلي وصاهره، يعني القصة لم تقف عند حدود التلمذة وإنما قويت الرابطة إلى حدود المصاهرة. وبعد انتقال أبي الحسن الشاذلي استقر أبو العباس المرسي في الإسكندرية، وتتلمذ عليه خلق كثير، من أشهرهم ابن عطاء الله السكندري صاحب الضريح المعروف بالقاهرة، وأيضا الإمام البصيري صاحب الضريح والضريح والمسجد المعروفين بالإسكندرية، وسيدي ياقوت العرشي أيضا صاحب المسجد والضريح المعروفين بالأسكندرية. في عام 686 هجرية الموافق 1286 ميلاديا توفى أبو العباس المرسي، واستقرت وفاته في مقبرة في منطقة باب البحر دون مسجد. عندما انتقل أبو العباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى جوار ربه، لم يكن له يعني ضريح مشتهر أو معروف، حتى جاء أحد التجار المعروف باسم القطان، كان تاجرا وكان لديه إلمام
بالعلوم الشرعية بعد حوالي 26 أو 27 سنة من انتقال أبي العباس المرسي إلى رحاب ربه، أنشأ يعني ضريحا معروفا وعليه مسجد صغير للغاية. بعد هذا التاريخ بحوالي 170 سنة أقيم مسجد أكبر على ذات المسجد القديم. وفي عهد أمير الإسكندرية فجماش الإسحاق الظاهر عام 1477 ميلاديا قام بإعادة بنائه، وفي عام 1263 ميلاديا تم ترميمه وتوسيعته شيئا فشيء بأمر من شيخ طائفة البنائين. تطور الأمر بالنسبة لمسجد أبي العباس المرسي حتى وصل إلى شكله النهائي الذي نراه الآن، والذي افتتح سنة 1947. لأنشأ المسجد بهذا الشكل النهائي الذي نراه الآن المهندس الإيطالي باولو روسي، وده كان كبير المهندسين في وزارة الأوقاف المصرية في ذلك الوقت. ولم يقتصر عمله على مسجد أبي العباس المرسي، وإنما له في الإسكندرية مسجد معروف باسم مسجد رمضان شحاتة افتتح سنة 51، ومسجد القائد إبراهيم أيضا وافتتح في نفس التوقيت سنة 1951. ونفس المهندس صمم مسجدين آخرين في القاهرة، مسجد عمر مكرم ومسجد الزمالك. المسجد يعتبر بداية ظهور العمارة الإسلامية الحديثة بتصميمه الفريد والاستغناء عن الصحن الأوسط المكشوف دون أن يؤثر على الإضاءة الطبيعية للموقع أو على مساحة مكان الصلاة. كمان بتتميز العمارة الأندلسية بكثرة الأعمدة والزخارف والنقوش وأعمال الأرابيسك المنتشرة على الجدران والشبابيك والأبواب. مسجد المرسي أبو العباس رغم أن له شكل مثمن، إلا أن مصممه راعى أن يكون منتظم الشكل من الداخل، حيث يصل طول كل ضلع من أضلاعه إلى 22 متر، وبيتميز بألوان ونقوش والزخرفة اللي بتغمر كل الأحجار الاصطناعية من كل الاتجاهات. الطراز المعماري اللي تم التصميم على أساسه من قبل المهندس الإيطالي ماريو روسي هو شكل مثمن. المسجد مكون من 8 أضلاع، حرص المهندس المصمم أن يكون الأضلاع من الداخل أضلاع متساوية ومتماثلة حتى لا تؤثر على المصلين في المساحات والفروض. المسجد يحتوي على 16 عمود من الرخام والجرانيت، وكل عمود قطعة واحدة مثمنة الشكل، بينتهي بتاج يبلغ ارتفاعه 8 أمتار. أما بالنسبة للأعمدة التي أنشئ عليها المسجد، فبلغ عدد الأعمدة الموجودة بالمسجد 16 عمود تقريبا، 16 عمود أيضا على شكل مثمن، قطر العمود الواحد يبلغ 85 سنتي تقريبا. العمود يتكون من تاج وقاعدة، القاعدة أيضا مثمنة الأضلاع مصنوعة من مادة النحاس المنقوش، عليه بعض الزخارف الإسلامية، وله تاج يعلو العمود أيضا منقوش بالزخارف الإسلامية، ويبلغ ارتفاع العمود تقريبا بالكامل من 8 متر ل 8 متر 60 على محيط المسجد بالكامل، وكذلك الأعمدة الداخلية. ومنبر المسجد له قبة مرصعة بآيات من القرآن الكريم وترسمت حروفه بالذهب، وبجواره يقع المحراب وله إطار رخامي مزين. المنبر الذي صنع من هذه الأخشاب منقوش عليه بعض الكلمات والآيات القرآنية بالخط الكوفي من النحاس ومن الذهب الفرنسي. أما إذا انتقلنا بالحديث عن المحراب، فنجد أن المحراب هو له ميزة لا تتقرر في كافة مساجد مصر، بأن المحراب بيرتفع عن المنبر ارتفاع كبير جدا، بما يعطي له شكلا معماريا وطرازا إسلاميا عظيم. أما الارتفاع الشاهق تراه جليا في ميدانة المسجد، واللي بتقع في الطرف الجنوبي لها قاعدة مربعة وبيكتمل ارتفاعها بشكل دائري حتى يصل طولها ل 73 متر مزخرفة بالنقوش الحجرية. ما يميز هذا المسجد في إطلالته ورؤيته على كورنيش محافظة الأسكندرية، وهو الارتفاع المميز للمأذنة
التي توجد في الركن الجنوبي من المسجد. فالمأذنة إذا رأينا المأذنة وإذا نظرنا إليها فنجد أن المأذنة لها قاعدة مربعة، ثم يستكمل الارتفاع بالشكل الدائري ليصل ارتفاع المأذنة تقريبا 73 متر من سطح الأرض. أما القبة تعد من أجمل قباب مساجد مصر بأسرها، فهي مزينة بزخارف منحوتة في الحجر الخارجي إلى جانب نقوشها الداخلية متناهية النظير، ويحيط بتلك القبة أربع قباب صغيرة تعلو أضرحة الشيخ وثلاثة من تلاميذه. في وقتنا الحالي المسجد أصبح واحد من أهم المزارات الإسلامية في مصر، بيحظى بالكثير من الزوار من كل أنحاء العالم عشان يكون أحد أهم الأسباب الرئيسية اللي جعلت عروس البحر عاصمة للسياحة الدينية.